حضرتك مع واشنطن، يمكن استقدمت مدربين مصريين كتير، كلمني عن التجربة. اديت فرص كتير طبعا، يمكن كان معايا في النادي جبت كوتش كان في الهند 6 سنين عمر المليجي، وبعدين طول ما اتغير يعني تحاول تيجي امريكا شفت كارير تيجي معانا حط خبره كبيره جدا. كنت بمرن طبعا جامعه جورج تاون، دي جامعه كبيره جدا ومعظم المدارس الهاي سكول في امريكا كلها اللي في سوري في واشنطن كان تحت البرنامج بتاعي. انا رحت هناك وشفت طبعا المنظر يعني، قالوا لي كابتن كارير كابتن امير عامل شغل كبير جدا في واشنطن، كان نفسي اشوفه بنفسي والله. نقله جميله وبرده كان اللي بيساعدني ان انا كنت الاب الروحي يمكن اكتر من 30 طالب مصري بيدرسوا في جامعه جورج واشنطن او جورج تاون. اي حد بيجي لازم انا طبعا انت الهب اللي بيجي ينزل عليه امشي اشرح هناك، ما فيش يعني كل حد دي بتدي يعني خلتني شفتهم لما اتخرجوا لما رجعوا يعني بصراحه كلهم يعني خبرات كبيره جدا لمصر بتيجي مصر كمان اسم مصر لما يبقى في العاصمه واشنطن الحقيقه ده بيبقى اكبر دليل على تفوق مصر في اللعبه. طيب كابتن ارجع معاك، انا زي ما قلت لحضرتك انا ماشي شويه احنا خلصنا تجربه طبعا الولايات المتحده الامريكيه، هرجع على تجربتك مع منتخب مصر او منتخبات مصر سنين طويله، يمكن انت اكتر مدير فني حققت بطولات عالم. والله يعني يمكن انا حظي كان حلو جدا ان انا في الاول يعني دخلت التدريب بالصدفه، زي ما انا عارف انا كان جالي استثناء من الدكتور عبد الاحد جمال الدين الله يرحمه، كان طبعا وزير الشباب والرياضه في الوقت دوت، جالي عقد اسافر الكويت ما شاء الله. وكنت لسه صغير جدا، فكان معظم الابطال المصريين كلهم هاجروا بره في اوروبا وما فيش حد سنة حلقه وصل 91 91 تمام. فحلقه الوصل ما كانت بين كان لسه بقى براده وبرلوسي وسكاو وفايزي وكل الشباب ده محمد مدحت كل دول تحت 16 لسه صغيرين 14 وعماد رضا واسامي كتير جدا طبعًا. كانوا 14 و16 سنه فالله يرحمه كابتن عبد العزيز طبعا اسطوره الاسكواش أكيد. وكان هو مدير فني للمنتخب، راح لي ازاي هتسافر في جبهة تبقى كبيرة اللعيبة دي يعني مش هنلاقي حد ومش هعرف حد يشدهم فعملنا طلب سيادة الوزير ساعتها واستثناني اني العب واتدرب، فدخلت من هنا التدريب فعلا. وكنت مساعد بقى لكابتن عبد الواحد، كنت العب كل يوم مع 6-7 لاعبين دول يوميا، ده الواجب بتاعي ان انا امرن كل الناشئين دي كل يوميا.